كلف محافظ الإسماعيلية اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة بالمدينة بالتنسيق والتعاون والاستعانة بكافة المعدات اللازمة على مستوى المحافظة، وذلك من أجل رفع القمامة والمخلفات وتسوية الأرض تماما. وخلال جولة قام بها لاحظ محافظ الإسماعيلية وجود أرض فضاء وبها مقلب عشوائي لتجمع القمامة، ووجه محافظ الإسماعيلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بجانب تحرير محضر بيئة لإلقاء المخلفات حيال صاحب الأرض.